صباح الخير يا معلم زكي. انت لابسه ايه؟ لابسه ايه؟ خالص يا معلم زكي. طب خش جوه. ايه؟ ولا امشي يلا. هو ده المعلم زكي؟ هتعامل معاه ازاي ده؟ يا عم انت ظبطه ولغيه، ده الوريث الوحيد. ظبطه ظبطه، خش. هظبطه ماشي. ايه لابسه ايه؟ سيدتي جميله يا تي 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 عسل والله حلوة، والنبي عسل 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 عسل. بقول لك ايه؟ اخد حبة مرق؟ مرق ايه؟ تعبيط ولا ايه؟ انت بتاخد حبة لب؟ ايه تعبيط لب. خد حبة لب. بص انت تاخد حبة لب وانا اخد حبة مرق، حبة حمراء وحبة خضراء. ازعج انت بقى. تعبيط؟ اه انا عبيط. وده اخر النهار حاسبه ازاي بقى؟ يا عم جولة تعالى معانا، انت هتغلب. لا غيب الطريق، حجر الشيشة بنص جنيه، أي حاجة سخنة بجنيه. والحاجة الساعة؟ مفيش هنا حاجة ساعة. ليه؟ الزباين بتضرب بعضها بالأزايز. جبت لك يا عم أقول لي شيل عنك الأرضية، تعال. الله يجيد في وقتك يا عم، ده أنا عندي مشوار. خد البس. ماشي يا عم. سلام يا سلام. مبروك عليك المريالة يا جودة. ايوه جاي. انت جبت الواد منين يا حنفي؟ ما انا جايبه قصادك من الكوتشينه. لا انت حرامي يا حنفي. انا حرامي؟ انت كل مره تتغلب وبوله هتدفع المشاريب، يعني هتدفع. انا الطلاق ما هدفع حاجه. عليك الطلاق انت دافع ورجلك في ورقبتك. ولا ايدك يضلع تعالك يا كداب ياد، ولا تعرف تعمل حاجه. يا ابني انت بق. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا عم ده؟ ايه يا ابو الكباتن ده ينفع كده؟ لو سمحت المشاريب بكام؟ 3 جنيه. طب وتقدر تساعدك عشان 3 جنيه؟ قلت له عشان هو بسجاره في حاجه؟ لا 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 حقك عليا. حاسبه قبل ما يفرفر. ماشي يا باشا. هم دول الفييس يا كمال؟ يا كمال. شغال يا عبيد. ماشي يا معلم، وعندك واحد قديم وغساله. السلام عليكم يا خال. الله. مين؟ سبحان الله. جودة حبيبي، انت لسه عايش يا جودة؟ تصدق وتؤمن بالله؟ الكل كان بيقول انك مت، وانا قلبي كان بيقول انك عايش. الحمد لله بالسلامة يا حبيبي. طمني بقى، مفيش اخبار عن وفاء والواد؟ مفيش اخبار ازاي يا راجل؟ ده الخلوال هالكرسي. اقعد يا جودة حبيبي. طب رايح بالي بقى. الله يريح بالك. هما فين؟ وفاء في الكويت دلوقتي، بقى لها فوق عن سنة. بتعمل ايه في الكويت؟ بتشتغل في التطريز. ما هو بعد ما جالنا خبر موتك يا جودة والله زعلنا عليك. المهم اتعلمت بقى اخويا التطريز، وبقت تعمل بقى الفساتين بتاعت الافراح الغاليه قوي دي. طب معاش تليفونها ولا عنوانها ولا اي حاجه؟ والله من وقت للتاني بتكلمنا على محمود، وساعات على الموبايل، بس ما بيطلعش رقم يا اخي، بيطلع كلمه مكالمه. طب الواد معاها؟ الواد معاها. امال هيروح فين؟ امال هي بتعمل كل ده ليه يا جودة؟ ما هو عشان الواد. ريحت قلب، ربنا يريح قلبك. دي هتفرح قوي قوي يا جودة لما تعرف انك عايش وانك رجعت مصر. يا رب. هتسيب السماعه من هنا وعلى اول طياره من هنا. دي بتحبك حب يا جدع. بس انت صحيح عايش يا جودة ولا انا بتهيألي؟ لا متهيألك. انا بقول كده برضه. ده عجلات دماغهم فسية. يا جودة اصحى يا جودة. لا ويابا. ايه في ايه؟ ابوك يا جودة. ابوك. ابويا ماله؟ مات تاني؟ الحكومة حطيت التربة على دماغه. ليه؟ عمل ايه وهو ميت؟ قوم اخويا، العيلة كلها بره. عيلة مين؟ عيلتنا يا جودة. عيلتنا؟ واحنا لينا عيلة؟ ايوه، عمك سعيد وعمتك جمالات وبناته. انا عمري ما شفتهم. ما هم كانوا كل مرة قبل كده وانت مسافر. يا خرابي. السلام عليكم. ابنكوا يا حبيبي. حبيبك مين يا عم؟ وانا اعرفك. الدنيا تلال يا اخويا. بس بقى يا اخوان. في ايه؟ انت عمتي صح؟ نفس مناخير ابويا ودقن الله يرحمه. ربنا يرحمه يا اخويا، ربنا يرحمه. خير يا عمي؟ الجواب جالي من المحافظه. ولك لازم تاخد التربه في الايام دي، والا اللوضه هيساوي العم بالتراب. اخد التربه ليه؟ التربه دي مش ملك؟ ملك طبعا. دي بتاعت جدي اللي هو ابو جدك. ما هي ملك، هيدوها ليه؟ بيقولوا ناس كبار برضه حدها له وبيعملوها مشاريع استثماريه. ايه يعني بقى المطلوب مني انا؟ يا ابني انت راجل العيله، وبنات عمك وبنات عمتك ما لهمش في المشوار ده. وانا بقى اللي راح للترب. وهينزل معاك عبد صالح الترب، وهيقول لك الرجاله فين والستات فين.
صباح الخير يا عم صالح. صباح الخير يا جودة. ايه اللي بيحصل ده يا عم صالح؟ زمن العادة عشنا وشفنا حتى الأموات باعوهم. زمان كان الموت لي حرمة، إنما تقوليه روح يا أبو بوح، روح لم العيلة قبل ما اللودر يخش عليهم يطحنوا في التراب. طب ممكن تقوم معايا عشان عايز أرول كل واحد لوحده في اللزق ده، وإنت اللي عارفه هم قد إيه. ده أنا طلبي برنس، شفتني قمت مع حد من اللي حواليك دول؟ لا بلد. آه بلد، بس بشتغل بمزاجي. إنما أقول لك إيه بقى يا جودة، أبوك الله يرحمه كان حبيبي وصاحبي. الله يرحمك يا مصري. وحدوو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 و
بتعمل كده ليه؟ لقيت كله فادي. بيت امك يا عمي. اموات بتوصل اموات. يا عم وطي صوتك الله يكرمك. ايه يا جوده؟ اسمعني كويس. انا ساب. اللي علي من دي تبقى قط الرجالة. اه. وعلى الشمال دي تبقى قط الحريم. طب وفين الحمام؟ الاموات يا جوده ما بيعوزوش حمام. تعال ورايا يا جوده. عم وطي صوتك الله يكرمك. وانا قلت حاجة. تعال وراي. اه رب. وبص بعينك واستوعب. الله يرحمك يا مصري. ابراج النايل سيتي. تعال اركب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. يا البني آدم زي الإنسان لو مات يتوفى. ها؟ فكرين يا عم. على رأي المثل تدعي ربك يصلح الحال تلم العيلة كلها في شوال. الشوال الشوال ولا ولا بيات امي يا جوده. انا عايز امي. انا عليك يا اما مكتوب لك تتوه وانت ميته يا اما. يا اخوانا انا عملت محضر في الاسم وان شاء الله الحكومه هتلاقيهم. هي الحكومه بتلاقي الاحياء عشان تلاقي الاموات؟ الله يخيبك يا جوده تضيع عيله بحالها.